صحيح مشاركة. لباس بها خاصة مسارات جديدة. هذا اليوناني، هذا البرتغالي ميناندس، هذا المغربي بوعساك. حسن أقول لك بكل صراحة، مشاركة كما حذاري من تركي حسان لأنه من أصول كينية، وشوف طريقة لأنه ممكن الآن يريد أن يرفع النسق لأنه يريد أن يقفل السباق، لأنه عارف أنه المتنافسين تاعو يعرف مستواهم. الآن يريد أن يذهب إلى الأمام ويرفع النسق لكسر السباق باش تتبان مجموعة تروح نحو الأمام. مازال الامور، مازال حسن بعد كيلومترين هلال الذي يتصدر السباق ويحاول فرض ريتم معين. هم يعرفوا هذا البطل النسق من لا حسن، هم يعرفوا البطل التركي هذا، يعرفوا جيدا. حذاري شوف، حذاري من المغربي تيندوفتي، وكذلك احمد الجزيري التونسي اللي فاز بالبطوله الامريكيه للجامعات، وكذلك هذه كلها، وكذلك جناوي محمد امين، هذا عنده مستوى عالي. حذاري ثم حذاري، لانه انا نقول لك سباق راح يكون مع المغاربه والاسباني. في متابعه الان من طرف الجزائري شاهد الشيشه، وكذلك بلاد تات الذي تعودنا عليه المشاركه في المنافسات الدوليه. سباق متوسط حسن، موش سريع كثيرا، سباق تاع 8 دقائق و25. الان نشاهد الان الكيلومتر الثاني راح يرتفع النسق، ونشاهد كيلومتر اخير سريع وسريع جدا. مجموعه القدريس تتابع يديد ريتم العداء. صحيح حسن، ايكو هلال شوف الان التركي كيف يريد ان يفرض النسق تاعو، لانه يريد تشتيت المجموعه. شوف الان احسن جيد تموقع الجزائريين، لازم ما يخلوش يروح، لازم بوشيشه وتبتي لازم يبقوا وراءه. ايوه حذاري من تندوفتي اللي راه الان تندوفتي المغربي اللي راه يراقب السباق والاسباني. هو التركي يريد التكسير في بعض، يرفع النسق وبعدين ينقص. لماذا؟ لانه يريد التكسير، لانه فيه بعض العدائين يعتمدوا على النسق السريع.
حتى الآن الأمور الجدية راح تبدأ الآن حسن بعد الوصول. أيوة. الآن لما الوصول إلى الخط النهائي الحين بعد 200 متر راح تبدأ الأمور الجدية. لا هو سباق تكتيكي حسن. حسن أنا أشوف الآن قاعد نشوف السباق التركي ماذا يقوم في الخط المعاكس يرفع النسق وهنا ينقص من النسق لماذا؟ لأنه يريد أنه يفرض الإيقاع لأنه الآن عارف أنه راح ينطلق في أي وقت وراح ينطلق في أي وقت. الآن أمور جدية راح تبدأ باقي دورتين و100 متر متجمعين حسن حسن. مغربيين تونسيين تونسيين مغربيين تونسيين وجزائريين أيوة مغربية في هذا السباق سباق النهائي 3000 متر يلا وتبدأ دائما في الصدارة السباق بدأ يعني قبل الدورة الأخيرة ودائما هشام بوشيشة في المركز الأول ومتبوع ببلال تبتي جيد الآن التموقع جيد بلال عنده سرعة نهائية يلا بلال حذاري من عودة تندوفت قبل ال 200 متر الأخيرة بلال تبتي في المركز الأول متبوع للمغربي تندوفت محمد وهشام بوشيشة في المركز الثالث قبل ال 200 متر الأخير يلا بلال في المركز الأول تجاوب مع هذا الإنجاز الذي حققه اليوم بلال تبتي وهشام بوشيشة. هنا سباق القلب حسن أنا نقولها لك. ومن يسلم الميدالية؟ نور الدين مورسلي البطل الكبير.
صاحب الأرقام القياسية العالمية والألقاب العالمية والأولمبية. تجاوب كبير من المدرجات لبطل الجزائر ولاعب المتوسط في الثلاثة متر قوانية. صور حسن أنه هذا أول لقب تاعو على مستوى عالي. أنه كان في صف شعب هو من مواليد 1996 كان شارك في ألعاب الشباب في 2010 بسنغافورة. النشيد الوطني الجديد.